للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر سكايب من لندن الباحث في الطاقه النوويه الدكتور باسل الساعاتي. اهلا بكم دكتور باسل الى استوديو الرافدين. هناك تقارير عن ارتفاع معدلات الاصابه بالسرطان في العراق، برايك ما اسباب تزايد تلك المعدلات في الاونه الاخيره؟ في رايي باعتباري مركز على موضوع طاقه الذريه، اعتقد السبب الرئيسي والاول او الاغلب هو سببين، طبعا التلوث، وتلوث بصوره عامه. يعني من نشوف المواد الملوثه ترمى تصرف الى مياه الصرف الصحي، تصرف الى الانهار والى الجداول، والاهم من هذا هو وجود اليورانيوم المنظم اللي تم قصف العراق به في عام 1991، حوالي الكمية المقدرة حوالي 300 طن من اليورانيوم المنظم، وبال 2003 الكمية تقدر بأكثر من 1000 طن. طبعا اليورانيوم المنظم عنده مشكلتين، المشكلة أولا هو مادة مشعة، ثانيا المادة تبقى لفترة طويلة جدا لأنه ما تتلف، مو تتلف ولا تذوب وتروح، تبقى في التربة وتبقى بالجو، يعني قصدي بالمحيط. الشيء الآخر والأهم أنه هي اليورانيوم معدن ثقيل، فهذا المعدن من يدخل إلى الجسم سواء عن طريق الاستنشاق أو عن طريق الأكل، يعني الأكل اللحوم أو الأغذية الملوثة باليورانيوم، هذا يستخرب الجسم وما يطلع من الجسم، أو خروجه من الجسم بطيء وقليل جدا، ولهذا يسبب هذا. طبعا هذا أول اليورانيوم والإشعاع معروف عنه أنه يسبب السرطانات. نعم دكتور، برأيك يعني لماذا الملاحظ بأن هناك مدن مثل البصرة ازدادت فيها نسب الإصابات بالسرطان من غيرها من المدن؟ يعني ما السبب في ذلك؟ طبعا البصرة أولا هي كانت هي أول ما دخلت قوات الغزو عليها، وهو جيش كان متركز فيها، فأكثر القصف صار على البصرة. البصرة فيها 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 يعني تلوث، كل شيء هواية بها الواقع بالبصرة، بها مناطق كثيرة ملوثة، الرسوبات المائية ملوثة باليورانيوم المنظم. فأول سبب للبصرة هو وجود اليورانيوم المنظم بها، لأنه أكثر القصف تم على واقع البصرة والمحافظات الجنوبية، بس يمكن البصرة لأن هي الخط الأول، خط الدفاع الأول كانت. السبب الثاني هو تلوث المياه وتلوث شحة المياه اللي صارت سببت تلوث المياه. نعرف أنه إحنا أكو مثلا في منطقة السيبة، حسب ما أعرف، أنه إيران بترمي ترمي المياه الثقيلة إلى 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 شط العرب، وهذه مشكلة كبيرة في 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 منطقة السيبة. فالمياه الملوثة واليورانيوم الموجود وبقايا طبعا بقايا المعارك اللي هي بقت البواخر او يعني الابلام والبوارج اللي تحطمت في شط العرب، هذه كلها تجيب مصادر للتلوث، والتلوث بالاخير هو يؤدي الى السرطانات. يعني برايك دكتور، هل هناك من اجراءات من الممكن ان تتبع للحد من انتشار المرض بهذه الصوره في البصرة وفي العديد من المدن العراقية الأخرى؟ يعني هو حتى تعالجها يجب أن تشيل، يعني تتخلص من المصدر اللي يسبب لك سرطان. يعني قياسات التربة بالبصرة أكثر من 10,000 ضعف الحد الاعتيادي، أكثر الواقع، أكثر يمكن 20,000 أو 30,000 ضعف. فوجود طبعا المعدات المدمرة لهذه كلها تحوي يورانيوم، فالمفروض أنه إزالة التلوث
إزالة التلوث أنه تروح إلى المنطقة الملوثة وترفع التربة من عندها وتغسل التربة وتخلصها من اليورانيوم. المعدات اللي انقصفت لازم تعزل على جنب وبعدين تعامل بمعاملة إزالة التلوث، لأن هذه مصدر. وإحنا نشوف كثير من الصور الأطفال يلعبون على دبابة مقصوفة ولا نعم. يصعدون على لوري وهو مليان باليورانيوم، فهذا الطفل أغلي يعني. ولهذا نشوف نسبة الأطفال في حالة يعني في البصرة، بنسبة الأطفال اللي عندهم سرطان جدا نسبة جدا عالية. نعم دكتور، يعني حسب رؤيتك، يعني في ظل السياسة المتبعة الآن من قبل الحكومات الموجودة في العراق، هل فعلا هذه الحكومات المتواجدة في العراق من الممكن أن تعمل على تخفيف هذا التلوث أو الحد من انتشار هذا المرض بالآليات المتاحة لديها؟ هو أكيد ممكن، لكن نحتاج إلى الهمة ونحتاج إلى الشعور بالمسؤولية والقيام بالواجب. يعني هي طرق إزالة التلوث باليورانيوم أو المواد أو الماء الملوث، أو كلها طرق معروفة وما بها فد شيء اللي واحد ما يعرفه. اللي نحتاجه هو أن تكون هناك خطة وتكون برمجة ويكون ناس فعلا تريد تقوم بالعملية. نعم. يعني أنا ما أخفيك سر، أكثر الدراسات اللي أشوفها اللي صايرة على السرطانات هس أكثرها صارت ما قبل 2003. الجامعات كلها درست المواقع الملوثة وعدت دراسات وخلت، بس طبعا في ذاك الوقت قبل 2003 هذا العراق تحت الحصار ما يسوي شيء، لأن الموضوع يحتاج مواد ويحتاج فلوس. الكلفة مو قليلة، كلفة إزالة التلوث دائما تكون كلفة عالية. بعد 2003 بشكل عام الأمور، يعني بالرغم من أنه نعم. كمية اليورانيوم المنظف بعد 2003 صارت كلش هواية، لكن بقت المشكلة مثل انهملت. يعني ما أحد، ولهذا تشوف الدراسات قليلة جدا اللي صارت على الإصابات بالسرطان وغيرها بعد 2003. نعم دكتور، فنحتاج همة، يعني ما نحتاج غير شيء غير انه نهتم، نحط فلوس موجودة. كل ما نحتاج انه نحتاج همة ان نقوم بالعملية. شكرا لك دكتور باسل السعاطي، الباحث في الطاقة النووية، كنت معنا عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك.